السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. 5 منتخبات يصعدون لكأس العالم فاست بريك. يا سلام عليكم، انتهت مباراتهم مع ايران. الشوط الاول فاست بريك، فاست بريك. احد المنتخب الاخضر السعودي، تقاطعات سلسلة اللاعب، المدرب يخرج جميع اللاعبين. الله، كل الحكام بصراحة في لجنة التحكيم الآسيوية بوجود الرائع صالح عاشور هنا الآن. محاولة وقصي السعيد الذي كان متواجدا في بطولة الآسيوية للشباب في الشهر الماضي هنا في مملكة البحرين، يضرب موعدا مع الإبداع أمام سارك. دخول خاطئ على هذا اللاعب أسامة، بدأ يستخدم خيارات فردية، ممكن أخذ الجرين لايت من المدرب، قال لا خذ أمورك. وهنا الهدف الآن، تعود الشاب في البطولة الآسيوية في الشهر الماضي، تعود الآن من جديد محاولة. طبعا 4 لاعبين كانوا موجودين في فئة الشباب. وعزيز المشاهد بالصورة، وحتى أيضا يكون يومك رياضي بالكامل، قاسم تركي الآن، قاسم الفاست بريك، الفاست بريك. يقول اللاعب ميثم بوسرير ما راح تحكي إذا تلعب الكرة. قاسم التركي، يا سلام عليك يا مشجع، مثلك يا سيد أحمد. عبد الكريم شاخو، حميد بكال، هناك ايضا ابناء السيد هاشم، وايضا تشيتشي الكره لهذا اللاعب المتالق في ارضيه الملعب الاسمراني، اللاعب نواف الفراس. وهنا ايضا رميه 17 لمصادر، اليوم يلعب العاب القوه، فبالتالي هو ايضا في نادي الخليل ولاد فيها هدف، وهدف ياتي. يا سلام عليك، يا سلام، الله. هذا الهدف الماضي، ولكن هنا فارق الثلاثة، دقيقتين ونصف، هل تسعد؟ الله الله الله. قاسم تركي الآن على التنفيذ، يلا يا قاسم، يلا يا قاسم. قاسم تركي يسجل الهدف الآن. يونيدا إذن أمام قاسم تركي، هدف، برافو. داخل التسعة، فعلا داخل مش خارج التسعة، 18. إن شاء الله اليوم تكون مباراة كسر الانتصارات اليابانية مع هذا المستوى. أوه، مهدي قطع الكرة، وهذا الفاست بريك. أوه، جنون جنون جنون. عبيد الإيرانيين حير عليهم، حيرهم الأخضر. أوه، تمويه والتصويب، مرر، ابتعد عن المدافعين يا قاسم. أوه، تسلسل، تمويه، وبرافو. ما يستطيعون يقفون اللاعبين الباكات، يلتزمون في أماكنهم المدافعين. تلعب الكرة، يا سلام. اللاعب كان داخل منطقة الستة أمتى. قاسم التركي، رمية 17، ينجح قاسم إذا تلعب الكرة. 22-18، يعود الفارق إلى 4 أهداف. يا سلام عليك، اخترق، سجل، يأتي قاسم. هذا هو قاسم التركي، يلا يا قاسم، سجل يا قاسم، قلل الفارق يا قاسم، برافو.